السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. فرض الله عز وجل الصيام طهرا وتزكية للنفس وطاعة لله عز وجل في أيام معدودات، فأضع الكثير من المسلمين هذه الأوقات الثمينة أمام الشاشات لمتابعة المسلسلات والمباريات، وأهدروا رمضان في المكوث في الشوارع والمحلات والأسواق، وجعل بعضهم شهر الصيام موسما للأكلات والمشروبات، وأضاع آخرون ساعات الصيام في النوم العميق، فسرق أجر رمضان من سراق ولصوص كثر. لصوص رمضان عنوان حوارنا الرمضاني لهذه الليلة، نتابعه معكم بعد هذا التقرير. كتب الله عز وجل الصيام في هذا الشهر على المسلمين أياما معدودات، وكما قال سبحانه في سورة البقرة: لعلكم تتقون. فصفد الله عز وجل فيه الشياطين وأغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وضاعف فيه الأجر والمثوبة. وإن كان شياطين الجن قد صفدت، فإن شياطين الإنس قد ضخوا الأموال واستعدوا لإفساد صيام كثير من المسلمين الذين وقعوا في حبالهم وشراكهم من مسلسلات تسلسل كثيرا من متابعيها إلى الرذيلة والجنوح عن تحصيل الأجر والثواب. شاشة التلفاز في هذا الشهر الكريم تشهد ازدحاما كبيرا في البرامج والمسلسلات التي يغلب على أكثرها التبرج والسفور وبث القصص الهابطة والحكايات الخيالية البعيدة عن واقع الناس ما خلا القليل منها، بل تعدت بعض المسلسلات لتشويه الدين الإسلامي كما فعل مسلسل غراب بوسود الذي أنتجته قناة تتبع لأحد أمراء المملكة السعودية، مما أثار ردودا غاضبة على هذا المسلسل. ومما يضيع الأوقات الثمينة في رمضان صفحات التواصل الاجتماعي التي أضحت اليوم شغل الناس الشاغل، وتحولت الكثير من هذه الصفحات إلى مكان للمهاترات والمناكفات السياسية وغيرها وبث الشائعات وتأجيج الصراعات والعداوات بين الناس. البحث عن الأغذية والعصائر والحلويات هو ديدن كثير من الناس، حيث يتحول شهر الصيام شهرا للأكل والتخمة وملء البطون. أما مجالس اللهو والبطالة فهي تزدهر عند بعض الناس في رمضان ليقضوا فيها الأوقات الطوال، مضيعين هذه الأوقات الفاضلة فيما لا يرجى من ورائه أجر ولا ثواب. وإن كان الله عز وجل فضل شهر رمضان على سائر الشهور، فإن في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام متتبعي قناة التناصح الفضائية أينما كنتم، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من حوارات رمضانية، وعنوان هذه الحلقة لصوص رمضان، والحديث عن ضياع الوقت الثمين في هذا الشهر المبارك لدى كثير من الناس للأسف الشديد. وأرحب بضيوفي الكرام، الشيخ خالد بن راشد عضو هيئة علماء ليبيا، وكذلك الشيخ فتحي شرف الدين الخطيب والواعظ بأوقاف طرابلس. أهلا بكم مشايخنا الكرام، أهلا بكم في هذه الليلة الرمضانية في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن هذا الموضوع المهم. حقيقة هذه ظاهرة استشرت في المجتمع للأسف، وأريد أن أبدأ مع المسلسلات. بعض القنوات يعني تظهر لنا في شهر رمضان بعديد من المسلسلات والبرامج، أريد أن أسأل الشيخ فتحي، لماذا يختارون موسم رمضان كموسم لبرامجهم هذه ومسلسلاتهم هذه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم. بادئ أشكركم على هذه الفرصة الطيبة، وصلى الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم رمضان أيام عديدة وسنين مديدة. آمين وإياكم إن
شاء الله. لماذا هؤلاء يختارون لبث هذا الشر والفتن في بلاد المسلمين في هذه اللحظة بالذات؟ لا شك ولا ريب أن هذا الشهر المبارك شهر رمضان، كما قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر المبارك تعم فيه الخيرات والبركات، وقد صح حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. ومع الأسف في الحقيقة أعداء الإسلام لا يفترون ولا يملون ببث شرهم في بلاد المسلمين، وبالأخص في هذا الشهر المبارك. كثير من الناس الحقيقة قد يكون معه تقصير أو عنده تقصير في الأشهر اللي هي ما قبل رمضان، لكن رمضان شهر العبادة وشهر الصيام وشهر القرآن. هذه الفضائل العظيمة التي هي في شهر رمضان موسم للمسلمين يتجدد معها الإيمان، فمن كان مقصرا يرجع ويثابر في العبادة، سواء كانت هذه العبادة من صلاة التراويح أو من قراءة للقرآن أو من الصدقات، نعم، وجميع أعمال الخير في هذا الشهر المبارك. إذن الأمر مقصود يعني شيخ فتحي، وكأن هذا الأمر حقيقة ليس وكأن بل الأمر مقصود الحقيقة، نعم. لأن أعداء الإسلام لا يملون ولا يفترون، ووجدوا أن هذا السلاح اللي هو السلاح الإعلامي لإفساد دين الناس بالأخص في شهر رمضان، عندما الناس تقبل على الله تبارك وتعالى، ومن كان يعني في الحقيقة يكون عنده نوع من التقصير فيبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهو هذا الشهر هو شهر الرحمة وشهر الغفران. الحقيقة هؤلاء أعداء الإسلام يبثون هذه السموم عن طريق وسائل الإعلام الحقيقة لإفساد صوم الناس وإفساد سائر عباداتهم. الله المستعان. طيب ابقى معنا شيخ فتحي، وقبل أن أسأل الشيخ خالد أرحب بضيوفي الكرام. الشيخ خالد الشهيبي الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي ينضم إلينا من استديوهاتنا في مدينة مصراتة، وأيضا عبر الهاتف الشيخ عبد الباسط بن عثمان الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي. أهلا بكم ضيوفي الكرام، ونعود مجددا للشيخ خالد بن راشد عضو هيئة علماء ليبيا. فضيلة الشيخ أرحب بك، وحقيقة يعني الموضوع اللي يتكلم عليه الشيخ فتحي ومسألة هذا السلاح سلاح الإعلام، في نقطة أخرى يستغلوا فيها: برامج رمضانية، مسلسلات رمضانية، مسابقات رمضانية، وكأن يعني المقصود فعلا هو ضرب المؤمن في 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 عباداته في شهر رمضان، شهر العتق من النيران، وكما ذكر فضيلة الشيخ. كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. حقيقة أنا أريد أن أرجع هذا الأمر إلى أصوله الأولى. أولا، عندنا قواعد ثابتة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هذه القواعد أخبرنا ربنا عز وجل فيها أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى أن عداوتهم مستمرة إلى يوم القيامة، وأنهم لا يفترون عن هذه العداوة وعن الكيد للإسلام وللمسلمين بكل أنواع العداوة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذه غاية لهم. ويقول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولهذا وجدنا الحرب المعلنة يعني على الإسلام منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، منذ قدومه إلى المدينة، وشنت عليه الحرب من اليهود، وتتابعت حروب أعداء الإسلام على الإسلام من قديم الزمان، واستمرت وعرف في التاريخ الإسلامي الحملات الصليبية، الحملة الصليبية الأولى والثانية والثالثة، وهكذا حملات صليبية متتالية
يجتمع فيها أهل الكفران أهل الصليب من كل أنحاء العالم، يجتمعون لأجل اجتثاث هذا الدين ولأجل قتل المسلمين. ولكن كل هذه الحملات بفضل الله عز وجل كانت تبوء في آخر أمرها بالخسران، حتى ولو مكنوا زمنا معينا، لكن المسلمين يقومون من غفلتهم ومن نومتهم هذه ويرجعون إلى الإسلام عزه. وقد جاء في التاريخ الإسلامي كثير من المسلمين الذين نصروا الإسلام واستطاعوا القضاء على هذه الحملات الصليبية، سواء كان صلاح الدين الأيوبي أو قطز أو غيرهم من الأبطال الذين حققوا انتصارات عظيمة على هذه الحملات الصليبية. وكانت آخرها يعني الحملة الفرنسية على مصر، وكانت بقيادة نابليون بونابرت. هذه الحملة يعني كان هذا الرجل يعني نابليون كان رجلا داهية، وحاول أن يغوص في داخل المسلمين وأن يعلم مواطن الضعف عندهم. ولهذا وجد أن مسألة حرب المسلمين بالسلاح وبالقوة وبالاحتلال العسكري والإبادة هذا أمر لا يحقق الغاية التي يريدونها، ولا يمكن أن يصلوا إلى أهدافهم وإلى إبعاد المسلمين عن الإسلام عن طريق القوة والسلاح. فإن المسلمين حتى الفساق منهم إذا علت صيحة الجهاد ورأوا أن عدوهم الصليبي يريد أن يحتل بلاد الإسلام، فإنهم يهبون لنصرة الإسلام وإلى الدفاع عن حياضه وعن بلد المسلمين. نعم. إذن هو أسلوب جديد ابتكروه هو لضرب الإسلام يعني. هذا لا شك فيه. فكانت فكرتهم أنهم يحاولون أن يحاربوا الإسلام من خلال أهله، وأن ينشروا ثقافتهم وفكرهم ومعتقداتهم عن طريق بعض المسلمين. نعم. ومن ذلك أن نابليون هذا نفسه دخل في الإسلام وادعى أنه مسلم واجتمع بمشايخ الأزهر وأظهر لهم الإسلام، وحاول أن يقيم الاحتفالات بالمولد النبوي وغيره حتى يشعر المسلمين في مصر أنه جزء منهم. ثم بدأ المخطط الصليبي الخبيث. نعم. وهو تمثل في أمرين: الاستشراق والتغريب. أما التغريب فكان المراد منه هو نقل بعض المسلمين، بعض المشايخ وطلبة العلم من المسلمين، نقلهم إلى بلاد الغرب، ينقلون إلى فرنسا. وأخذوا كثير يعني. نعم. ذكر لنا التاريخ خير الدين التونسي ورفاعة الطهطاوي وغيره. نعم. نقل هؤلاء إلى أن يدرسوا في بلد الغرب، وكان هذا مقصودا حتى ينبهروا بحضارة الغرب وبما وصلوا إليه من تقدم وانحلال، فيحاولون أن يرجعوا منبهرين بهذه الحضارة وأن يبثوها بين المسلمين. واضح جدا. طيب، وسنعود لمسألة الاستشراق أيضا، التي يعني ربما البعض لم يفهم هذه الكلمة، وأنتقل لضيفي واستوديوهاتنا في مدينة مصراتة مع الشيخ خالد الشهيبي، وهو الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي. شيخ خالد، أرحب بك، وأريد أن أسأل هذه المسلسلات والبرامج التي زورا وبهتانا يقال بأنها رمضانية، كيف ترى تأثيرها على الناس وعلى يعني عامة المسلمين في هذا الشهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييك أخي الكريم، وأحيي السادة المشايخ الكرام الذين هم معك، حياك ومن الله. هو على الهاتف، أحبابنا من مشايخنا جزاهم الله خير، ويوم رمضان كريم، وكل سنة وأنتم وهم طيبون إن شاء الله. أخي الكريم، الحقيقة يعني المشايخ الكرام حقيقة يعني قد سبقوني في كلام يعني وافقهم تماما فيه، ولكن وأستدرك قليلا قبل بدء في هذا الموضوع وهو المهم حقيقة، يعني اختياركم للعنوان لصوص رمضان، فعلا أن لرمضان لصوص كثر. لكن أخي الكريم، عندما نرجع للأصل في شهر رمضان، أنه شهر القرآن وشهر الصيام وشهر التقوى، الغرب وأعداء الإسلام يعلمون جيدا أن الأمة المحمدية وأمة الإسلام
تستيقظ وتستفيق في هذا الشهر الفضيل، لأنهم يعلمون جيدا يعني مشروعية الصيام ومشروعية قراءة القرآن ومشروعية القيام واجتماع الأمة وإفطار الصائمين والعمل الصالح الذي يجتهد فيه المسلمون في هذا الشهر الفضيل أكثر من غيره من الشهور الأخرى. نعم. فشغلهم الشاغل أخي الكريم، والكلام لك والسادة المشاهدين الكرام والمستمعين، فشغلهم الشاغل لأعداء الدين اختزال الأمة من معرفة هذا، من معرفة مفهوم ومشروعية هذا الشهر الفضيل. فمتى ما ابتعدت الأمة عن أهداف الصيام ومشروعية الصيام والعودة إلى كتاب الله عز وجل، فمتى ما نجحوا في ذلك الأمر يعني تيقنوا جيدا واطمأنوا أن الأمة لا تزال في سباتها العميق الذي تنامه طيلة الأعوام. هذا من جانب. من جانب آخر أخي الكريم، حقيقة يعني وهذا أمر مؤلم، أن أغلب المسلسلات التي يصرف عليها بالملايين لا تكون إلا في شهر رمضان، والممثلات السافرات لا يحل لهن في الخروج إلا في موسم رمضان، ولا يكون كموسم مثل موسم رمضان. نعم. عندما تظهر المرأة الليبية المسلمة وغير الليبية، حقيقة المرأة المسلمة، وعندما ينال من حجابها ومن عفتها، عندما تظهر في المسلسلات أنها المتحجرة المتخلفة، والناس ينظرون ويضحكون، والمتقون في رمضان يئنون، عندما تطرح فكرة الإسلام، إسلام المشوه، الإسلام الذي يريده الغرب، والناس يشاهدون، يا أخي سبحان الله، اللصوص الذين يسرقون لذة رمضان ومشروعية رمضان في فوازير وفي مواقع التواصل الاجتماعي، في أفلام وفي مسلسلات تصرف عليها الملايين، بينما كثير من أبناء الأمة المحمدية والأمة المسلمة من هم قابعون في الجوع وفي العراء. للأسف أخي الكريم، يعني هذه مسألة خطيرة جدا، وهي سرقة الناس وإخراجهم من الجو الإيماني، جو الرمضاني، جو القرآن، وجو الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. طيب شيخ خالد الشهيبي، يبقى معي وأرحب بضيفي الشيخ عبد الباسط بن عثمان، وهو الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي عبر الهاتف. شيخ عبد الباسط، أرحب بك، ويعني أريد أن أسأل، هناك نماذج كثيرة عن هذه المسلسلات التي تسمى زورا بأنها رمضانية، وقال مشايخنا الكرام بأنها خصيصا لضرب عبادات المسلم وصيامه وقيامه في هذا الشهر الكريم. هناك مسلسل اسمه غرابيب سود، انتقده علماء الأمة، وكثير من مشايخ المسلمين انتقدوا هذا المسلسل الذي للأسف يعني يظهر حتى نساء المسلمين، نساء السنة، بمظهر غير لائق. كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم وحي محياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حييك أيها الأخ الحبيب الطيب المبارك، وحي مشايخنا الفضلاء، كما أنني أرحب بالإخوة الكرام وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم حقيقة أيها الأحباب. يعني استفاض مشايخنا الكرام في الحديث وتعقيبا على الحرب المعلنة على الإسلام من خلال ما يبث عبر هذه الشاشة التي ربما تغير في أخلاق الأمة، وربما تكون حربا على العقيدة وعلى السلوك وعلى التربية إن صح التعبير. فهذه المسلسلات هي نوع جديد كما تفضل الشيخ خالد بالراشد، بأنها حرب من جهة أخرى وبطريقة أخرى، كما قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والحرب على الإسلام ليس وليدة اللحظة ولا الحين ولا التو،
ولكنها منذ القدم حرب بين الخير والشر، بين الأبيض والأسود، بين الجنة والنار. فهؤلاء علموا يقينا أن دين الإسلام باق إلى يوم القيامة، وعلموا أنهم إذا أتوا بصورة مباشرة لا يستطيعون أن يبعدوا الأمة عن دينها وعن مقدساتها وعن حرماتها وعن رجال الدين فيها، إن صحت هذه التعبيرة، وإلا فإن هذا التعبير لا نستخدمه في ديننا عادة. ولكن هم يعرفون حرمة هذا الشهر عندنا وهذا الزمان بالتحديد، وما أعده الله لنا من مغفرة ومن رحمة، فهم يريدوننا أن نغرق دائما في الملهيات وفي السيئات وأن نبتعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فهذه المسلسلات للأسف الشديد كما أسلف شيخنا الشيخ خالد الشيبي أن الأموال الطائلة تصرف عليها من قبل الدول العربية المسلمة ومن قبل المسلمين أنفسهم، وتبث إلى المسلمين، ومن يمثل فيها هم المسلمون. فنحن للأسف داؤنا فينا ومنا للأسف الشديد. طيب، لا ننظر إلى اليهود ولا ننظر إلى إسرائيل ولا ننظر إلى غيرها. نعم. طيب شيخ عبد الباسط، ابقى معي. هذا أمر يعني ينبغي أن ننتبه أننا نحن سبب الداء، نحن سبب الداء. نعم، ابقى معي وأريد أن أنقل هذا الكلام للمشايخ هنا. الشيخ فتحي شرف الدين، حقيقة سمعت أحد الإخوة في أيام مضت يتحدث مع أحد الإخوة في الخليج أيضا، يقول له الداء يأتينا منكم، العلم يأتينا منكم، وما يناقضه يأتي منكم. أريد أن أركز عن مسألة أن دول مسلمة وعواصم إسلامية يعني لها ثقلها في العالم الإسلامي تمول مثل هذه البرامج، وأنا ذكرت يعني مسلسل غرابيب سود هذا، يعني حقيقة تكلم فيه العلماء وقالوها علانية، ولكن للأسف يعني لا نرى أي إجراءات لإيقاف مثل هذه البرامج. هذا مما يؤسف له الحقيقة، يعني في بلاد مسلمة، ويعني بل من البلاد التي يشد لها الرحال لتلك البقاع الطاهرة الحقيقة، تمول مثل هذه القنوات التي يعني ثبت السموم في بلاد المسلمين للأسف الشديد، يعني بل هي من يسهر الحقيقة في زرع هذا الشر في بلاد المسلمين. الله المستعان. فأمثال هذا غربي بسود أو أخواتها الحقيقة هذا يعني أساء الحقيقة لبلاد المسلمين عامة، لا أخص دولة لوحدها، ولكن هذا الحقيقة هذا الأمر أساء للمسلمين عامة. بل إذا نظرنا بعين الحقيقة صراحة لهذا المسلسل الهابط الحقيقة والذي يحمل في طياته تشويه الإسلام، لو نظرنا في أصل هؤلاء الناس الذين أشرفوا على هذا المسلسل أو من يعني مولوه، فنرى أن هؤلاء الناس في الأصل في الحقيقة هم أبعد الناس عن الإسلام الحقيقة، ولو تظاهروا بالإسلام. وحتى أن الأسماء التي ذكرت هم من الشيعة، يعني ليسوا من أهل السنة الحقيقة، بل صوروا يعني مشهد المسلمين من أهل السنة في أبشع صور الحقيقة، بل أعطوا صورة للعالم الغربي ناهيك عن المسلمين في بلادهم أن المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة أن غاية مناها أن تمارس العادات السيئة والأخلاق، أو بمعنى إن صحت العبارة الرذيلة. نعم. وجعلوا هذا أصب المنى عند المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة السنية الطاهرة العفيفة أرقى وأسمى من مثل هذه أن تحشر نفسها في مثل هذه المواقف. نعم. الحقيقة أساءوا أي ما إساء، رد المشايخ ورد الدعاة ورد العلماء على هؤلاء، بل عامة المسلمين في مواقع التواصل الاجتماعي عبر التغريدات وعبر الوسائل الأخرى على اليوتيوب وغيرها ردوا على أمثال هؤلاء الحقيقة. لكن الحرب شرسة على الإسلام والمسلمين في حقيقة الأمر. نعم. يعني هم يشتغلون ليلا نهارا على تشويه الإسلام والمسلمين، دعوا أن هذا الدراما التي تنشر الآن واختاروا لها هذا الوقت بالذات، بقوا 3 سنوات وهم يعدون لهذه أو لهذا المسلسل، ثم جاء موسم الطاعة وموسم الخير
فصاروا يعني يبثون هذه الحلقات بحيث أنهم يفسدون على الناس دينهم في أفضل الشهور وهو شهر رمضان المبارك. نعم، وكأنهم أرادوا يعني تصوير أهل السنة بأنهم دواعش وأنهم يعني ما يفعله بعض البغاة والخوارج، وأهل السنة بعيدون عن ذلك كله، ويعني يستغلون هذه الظواهر ليشوهوا أهل السنة. وحقيقة أريد أن نستفسر من الشيخ خالد بن راشد عن هذا الموضوع بالذات وبقية المشايخ أيضا، ولكن نستأذنكم مشايخنا في الخروج لفاصل. المشاهدين ومستمعينا الكرام، نخرج لهذا الفاصل القصير ونواصل بإذن الله. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونرحب أيضا مرة أخرى بضيوفنا الكرام. أبدأ مع الشيخ خالد بن راشد، عضو هيئة علماء ليبيا. يعني شيخ خالد، استمعت للحديث عن أحد المسلسلات، حقيقة يعني لا نريد أن نكثر في الكلام فيه، ولكن التنبيه عن خطورة مثل هذه البرامج، تصوير أهل السنة بأنهم يعني كلهم من الدواعش وهؤلاء الغلاة الموجودين والذين فعلوا الأفعال الشنيعة والتي يمقتها الدين الإسلامي، كيف تعلق على هذا؟ ما الذي يريدون الوصول إليه في هذه الأيام بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ما ذكرته من الحملات الصليبية على الإسلام وأنهم حققوا الغاية التي يريدونها، وهي تشويه الإسلام عن طريق المسلمين، تشويه الإسلام عن طريق أهله دون أن يتدخلوا هم في هذه الحرب التي أخفوها عن الناس، وإن كانت هذه معروفة عند أهل العلم أن هذه الحرب قائمة. فعمد هؤلاء إلى إضلال كثير من المسلمين وإبهارهم بحضارتهم حتى يستطيعوا من خلالهم يعني تغيير مفاهيم الإسلام عند المسلمين وغسل عقول كثير من الناس. إظهار الإسلام بوجه منحرف، إظهار الإسلام بغير الوجه الحقيقي الذي هو عليه. وهذه قد نجحوا فيها، لا يعني للأسف نقول هذا، أنهم نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا عن طريق بعض المسلمين الذين هم إماعات ينقضون وراء هؤلاء الذين يحاربون الإسلام. طيب، أنا أريد أن أسأل من طريقة أخرى أو من زاوية أخرى. هؤلاء الذين يعني يشرفون أو ينتجون أو يخرجون هذه المسلسلات التي تشوه الإسلام، طيب عندنا في العالم يعني كثير من النصارى الذين هم غلاة والذين هم أظهروا حربهم للإسلام، ومنهم من حرق المصحف ومنهم من يعني فعل بالمسلمين الأفاعيل. المسلمون الآن مثلا في بورما وفي مينمار وغيرها يذبحون، وكالشياه يذبحون كالشياه، يحرقون أحياء أطفالا ونساء وشيوخا، ويبادون ويهجرون من ديارهم. أنت تريد أن تبين أن هناك غلاة في الإسلام؟ هؤلاء أشد غلاة،
وأشد تطرفا حتى على مقاييس الإنسانية، هؤلاء مجرمون يرتكبون في جرائم حرب وفي إبادة دينية موجودة، ومع ذلك لا نجد إنتاجا سينمائيا أو مسلسلات أو أفلام أو غيرها تبين هذه الجرائم المنكرة التي يعني تدار على المسلمين. الشغل هو مشتغل كيف نشوه الإسلام. حتى هذه الحرب التي يسمونها الحرب على الإرهاب، الإرهاب الذي يزعمون أن المسلمين يعني يعملونه، غير المسلمين عملوا أضعاف هذا الأمر، ومع ذلك لا ينسبون إلى الإرهاب، وإنما الإرهاب هو تهمة تلصق بالمسلمين فقط. نعم، وللأسف الشديد يعني تتزامن هذه الأيام نفس القنوات ونفس الممولين ونفس الحكومات التي تدعم هذه القنوات تصنف مشايخ وأهل العلم في بلاد المسلمين ومن كبار أهل العلم حقيقة، صنفهم في قوائم الإرهاب، تضعهم كمطلوبين، وتبث مثل هذه السموم عن طريق أدرحها يعني للأسف الشديد. ابقى معي شيخ خالد بن راشد وأيضا شيخ فتحي، ننتقل الآن للشيخ خالد الشهبي من استوديوهاتنا في مصراتة. شيخ خالد، يعني الملهيات كثيرة والمسلسلات هذه جزء من هذه الملهيات. الآن يعني أريد أن أتحدث عن أمر آخر، وهي مسألة التواصل الاجتماعي والمواقع الفيسبوك وهذه المواقع الهواتف النقالة التي أصبحت يعني ملازمة للجميع، ملازمة لنا حقيقة، وأصبحت من الملهيات عن العبادة. نعم شيخ، بارك الله فيك، بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله. والله الحقيقة يعني هم اللصوص كثر، فاللصوص ليسوا لصوص الأموال فقط ولصوص المناصب والكراسي، ولكن هنالك لصوص للإيمانيات ولصوص للروحانيات الرمضانية حقيقة. وهؤلاء حقيقة يا أخي الكريم، يا أخي هنا نعم ففي المسألة يعني هنالك بعض العادات يا شيخ الذي تجذرت للأسف في الأسرة الليبية، كعادة الأسواق في نهاية رمضان في العشر الأواخر من شهر رمضان التي لطالما يكون فيها الاجتهاد كثيرا. فابن قيم عندما تساءل في تفسيره أي العشرين أفضل، العشر من ذي الحجة أم العشر الأخير من رمضان، فقال إن فإن قلت عشر الأيام الأول من ذي الحجة أفضل من عشر الأول من رمضان الأخير من رمضان، وعشر الليالي الأخير من رمضان أفضل من عشر الأول من ذي الحجة. فالحقيقة عشر الأواخر التي قد تكون تصادف فيها ليلة القدر، حقيقة يعني كثير من الناس الحقيقة يعني هذه من العادات السيئة الحق للأسف التي تجذرت في عائلاتنا الليبية، وهي التسوق والتبضع إلى غير ذلك. كذلك يا أخي الكريم هنالك لصوص آخرون، وهو إضاعة الأوقات أوقات نهار رمضان في غير طاعة الله عز وجل، كالنوم وكذلك ممن ابتليت به الأمة اليوم وابتلينا به اليوم صفحات التواصل الاجتماعي التي ليس فيها إلا الزور والبهتان والكذب إلا من رحم الله. عندما يكتب أحدهم ويقول أن فلان المسيحي قد صام معي تضامنا معي أنا المسلم، أنا اليوم أفطر تضامنا معه، يفطر في نهار رمضان ويقول في نهاية كلامه لا للطائفية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ماذا نسمي هذا شيخ خالد؟ الله مستعان. هذا ما نسميه؟ نعم. يعني يتضامن مع المسيحي بإفطار يوم في رمضان، هكذا يكون التضامن مع أهل الكتاب؟ والله يا أخي الكريم هذا من 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 مما عمت به البلوى ومما عم به ومن الجهل الذي عم وطم للأسف في الأمة، أمة التوحيد وأمة المحمدية. يا أخي الكريم يعني عندما يفطر مثل هذا الرجل، يا أخي أنا أكاد أزعم وأشك أنه مثل يعني أناس من يؤمنون بهذا الدين حقا ويلتزمون بتعاليمه وشرعه يفطر تضامنا مع نصراني او 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 يسب علي بن ابي طالب، يسب الصحابه الكرام كابي بكر وعمر تضامنا مع
مع رافضي أو علوي أو غير ذلك. والله الحقيقة هذه لا ترتقي إلى الفهم الصحيح، ولكن هذا ما يسعى إليه أعداء الإسلام من عبر أذرعه المخابراتية. يا أخي الكريم، إذا رجعنا إلى بروتوكولات بني صهيون سوف نجد أكثر وأعظم وأكبر مما يكاد لهذه الأمة المحمدية. طيب ابقى معي شيخ خالد الشيبي وانتقل للشيخ عبد الباسط بن عثمان عبر الهاتف. شيخ عبد الباسط، إذن هناك يعني حتى في مفاهيم التضامن والتصالح التي أتى بها الإسلام أصلا، وهذا مثال حي ذكره الشيخ ولا أريد أن أتجاوزه، التضامن والتصالح مع الآخرين وإبداء حسن النوايا أيكون بالتنازل عن العبادات؟ وحقيقة أتى به الإسلام، أتى بالتضامن والمصالحة والسلام، ولكن هل نتنازل عن العبادة في سبيل ذلك؟ بكل تأكيد لا يا أخي الكريم. هو الشيخ خالد يعني ذكر هذه الحادثة وهذا المقال الذي ذكر على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا من الفهم الخاطئ. الإنسان لا يتنازل بحال من الأحوال عن دينه وعن شعائر دينه. وهذا الرجل الذي ذكره الشيخ خالد هو رجل رافضي أو كان من أهل النصارى، فإذا صح ذلك فإن كان رافضي هو كافر بما قرره الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه، حينما استدل بقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه. فقال الإمام مالك رحمه الله في هذا التفسير، وارجع إلى تفسير ابن كثير في هذه الجزئية، قال من رفض من كان مع محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفض أمر الله وهو كافر خارج من الملة. وهو كافر خارج من الملة، رجل يرفض أبا بكر وعمر ويطعن في عائشة ويطعن في الدين الإسلامي، كيف نتضامن معه؟ وعلى ماذا سنتضامن معه؟ وبأي وجه سنتقارب معه؟ وعلى أي معايير سنتقارب فيها أو سنحكمها فيما بيننا؟ يعني هذا أمر أنا أراه من السخف بمكان، وهذا الموقع للتواصل يكتب فيه كل من هب ودب، يعني يبقى الأمر راجع إلى الفهم الصحيح للدين وإلى مفهوم الولاء والبراء وإلى مفهوم العقيدة الصحيحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عروة وأوثق ربطة في هذا الدين هو أن يكون الإنسان طائعا لله فتحبه، فإذا ما كان عاصيا لله تبغضه، فكيف إذا كان كافرا؟ فكيف إذا كان رافضيا؟ فكيف إذا كان يشتم النبي؟ فكيف إذا كان يطعن في عائشة؟ يسب أبا بكر، واضح. يسب طيب. عمر، يسب عثمان، هذا أمر غريب يعني بعض الشيء. طيب ابقى معي شيخ عبد الباسط بن عثمان، وأعود لضيوفي هنا في الاستوديو وأسأل الشيخ خالد بن راشد. الشيخ خالد الشهبي قال أتى على ذكر مسألة مهمة وهي العشر الأواخر التي يرتاد فيها الناس الأسواق، وقال استخدم مصطلح العادة. هنا أريد أن أسأل، هل الصيام والكف عن الأكل والشرب في شهر رمضان أصبح عادة لدى المسلمين يقلدون فيها بعضهم، ولم تعد تلك العبادة التي يعني خصصت لها هذه الأيام المعدودة أصلا؟ هنا يمكن أن يقال أنه يمكن تقسيم الناس مع الصيام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو من يعتقد أن الصيام هو عبارة عن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويتقيد بهذا، لا يأكل ولا يشرب، لكن مع ذلك فهو في حل في فعل أي شيء، تجده يغتاب من جهة، وتجده يعني يطلق بصره من جهة، وتجده يفعل المعاصي والمنكرات وكل ما يخطر بباله، ولا يتقيد ويظن أنه قد أدى الفريضة التي عليه، وأحيانا لا يعتقد أنه أدى الفريضة التي عليه، وإنما هو وجد آباءه يصومون فهو يصوم لأن آباءه يصومون أو لأن المجتمع والناس حوله يصومون، فجعلت هذه العبادة العظيمة التي ينبغي أن تتقيد بكونها عبادة بنية وأنها من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ف
فجعلت هذه العبادة كأنها عادة يعني وهم ثقيل يريد أن يتخلص منه ويعني ينتظر بفارغ الصبر متى يفطر ومتى ينتهي رمضان، وإذا انتهى رمضان لا يتحسر على كل لحظة فاتته في هذا الشهر المبارك، وإنما يعني يعتقد أن هناك هما ثقيلا قد انزاح عن قلبه وأنه الآن قد أعطيت له حريته. هذا قسم، وهناك قسم آخر وهم يعني يعتقدون أن رمضان هو شهر للعبادة وشهر للطاعة وأنه يتقرب فيه إلى الله عز وجل، فيمسكون عن المفطرات ويمسكون عن المعاصي والمحرمات. وهناك قسم آخر وهو أفضل من هذا القسم، وهو من يعتقدون أن رمضان هذا هو فرصة إلهية ومنحة ربانية لكي يكون قربه من الله عز وجل، فلا ينظرون فيه إلا إلى رضا الله عز وجل وإلى أن تسمو أنفسهم ويرتقي إيمانهم في هذا الشهر الكريم. نعم، طيب أسأل الشيخ فتحي هنا، يعني الشيخ فتحي حقيقة لسنا ضد أن يرفه الناس على بعضهم، وهذا قول كثير من المشايخ، وكل المشايخ الذين تحدثوا في هذا الأمر قالوا للإنسان حق الترفيه عن نفسه والخروج والتبضع والتسوق وكل هذه الأمور، ولكن يعني هناك مثال العشر الأيام الأواخر هذه، كيف يمكن للإنسان أن يستفيد ويستثمر هذا الوقت مثلا؟ يعني لماذا لا يكون الخروج للأسواق في النهار بدلا من الليل التي فيها القيام، صلاة التراويح وصلاة التهجد أيضا؟ يعني بعض الناس يقضون وقتهم في السوق حتى صباح اليوم الثاني. الحقيقة هذه من المآسي التي نراها في هذا الشهر المبارك. الحقيقة بدل ما الناس تستغل هذه الفرصة وهي العشر الأواخر والتي هي يعني فيها ليلة خير من ألف شهر كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة وهذه رسالة أريد أن أوجهها لعموم المسلمين، الحقيقة مما نراه من الغفلة التي جتمت على قلوب المسلمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كما صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد النبي صلى الله عليه وسلم المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. في لفظ شد المئزر النبي صلى الله عليه وسلم فيه كناية على التشمير أو الجد في الطاعة، فكان صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الأواخر من رمضان والتي هي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، الحقيقة يغفل كثير من المسلمين على هذه الفضيلة العظيمة. لماذا يعني لا تكون هناك يعني عند بعض المسلمين، وإلا في الغالب الحقيقة في غفلة، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، يغفل لماذا لا يعني يختارون بعض الأوقات بحيث لا تتصادم مع وقت الطاعة وهي أول الليل من صلاة التراويح أو صلاة التهجد، والفوز بما عند الله تبارك وتعالى من الرضوان والمغفرة والرحمة، ويقتدوا بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الإنسان يعني بعض مشاغله، أو أن إذا أراد أن يتسوق أو يشتري مثلا ملابس العيد أو إلى آخره، لماذا لا يقضي هذا المشوار في أول النهار؟ إذن يعني بحاجة إلى تقسيم الوقت، تقسيم الوقت ووضع الوقت المخصص لمثل هذه الأمور. طيب أنتقل للشيخ عبد الباسط بن عثمان عبر الهاتف. شيخ عبد الباسط، يعني أريد أن أسأل الآن كيف يمكن استثمار هذه الأيام المباركة، رسالة يعني توجهها لمن يتابعنا الآن. هذه أيام طيبة، أيام مباركة، نفحة إيمانية، نفحة من الله تبارك وتعالى فضل بها على هذه الأمة وميزهم بهذه الساعات وبهذه الدقائق عن بقية الأمم التي تعيش الآن في هذه الدنيا. فلا ينبغي على الإنسان أن يدركه رمضان ثم يخسر في هذا الشهر الكريم. أنت حينما تسمع قول الله تبارك وتعالى سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ثم لا يكن لك فيها موضع قدم، فهذا الخسران الكبير الذي لا ينبغي على أن نقع فيه. فنحن في أيام أيها الأحبة
أيام مباركة، أيام طيبة. ينصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتنام فيها بكل جهد. انظر معي إلى حديث ابن خزيمة والحاكم بسند حسن من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم. فإذا تقرر ذلك فربما أخو الحبيب يكون هذا رمضان آخر رمضان تحضره في هذه الدنيا. ماذا قدمت وماذا أنت يعني ستقبل على الله تبارك وتعالى؟ فماذا قدمت في هذه الأيام؟ هناك أناس في هذا الوقت يأنون من المرض وهم موجودون في العنايات المركزة. فالله متعك بالصحة والعافية. فلا ينبغي عليك أن تغفل على ليلة القدر التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. نعم شيخ عبد الباسط، أعتذر يعني الوقت ضيق، وأشكرك جزيل الشكر شيخ عبد الباسط بن عثمان الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي. شيخ خالد الشهبي من استديوهاتنا في مصراته في مسألة مهمة، يعني يقولوا أن المراد ذكية والفاطنة تبعث راجلها للسوق بعد العصر باش يمشي يعني جائع ويشتري ما يحتاج وما لا يحتاج، وهنا نقع في مسألة أخرى، مسألة الإسراف في شهر رمضان. ربما هذه رسالة منك شيخ خالد لربات المنازل وأمهاتنا ونسائنا. بارك الله فيك. هذا كان الحديث الذي يدور في صدري الآن إلى كل أم وكل أخت وكل زوجة وكل فاضلة، أن هنالك الشيف السيد والشيف مش عارف من والشيف الذين يخرجون علينا في كل رمضان ويصنعون أنواع من الأطباق، وتجلس المرأة أمامه وتكتب المقادير من الدقيق وغيره من التي حقيقة يعني تجتهد المرأة في أن تنقل المكونات والتحضيرات للطبخات الحديثة. الطبخة الليبية طبخة معروفة ومعهودة وأطيب منها لم نذق يعني. فأقول لهن إلى الأمهات والزوجات والأخوات أن يعرفن تماما، أن يكن تقيات عفيفات كما كانت قبلهن أمهاتهن من الصحابيات الجليلات أمهات المؤمنين. كنا تحث كل واحدة منها زوجها وتحث ابنها على الحفاظ على صلاة التراويح وصلاة القيام، على تلاوة القرآن، على الأمر بالمعروف، على فعل الخير، على إفطار الصائمين، على التنافس في إفطار الصائمين وإلى غير ذلك. شكرا لك شيخ خالد الشهبي الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي، كنت معنا من استديوهاتنا في مصراتة. حقيقة الوقت ضاق وقت هذه الحلقة، ولكن أريد يعني في أقل من دقيقة رسالة من مشايخنا الكرام الآن. شيخ خالد تفضل. بارك الله فيك. أنا يعني أريد أن أوجه رسالة إلى الإعلام الليبي. يعني بصراحة كانت هناك مسلسلات كوميدية ليبية تخرج عادة في شهر رمضان، فيها نوع من الدعابة ومن الفكاهة، وإلى حد ما تعتبر مسلسلات يعني معقولة. ولكن للأسف كنا ننتقد قديما أنه تخرج يعني يخرج فيها بعض الناس، يعني يخرج الرجل يلبس لبسة المرأة ويظهر نفسه على أنه مرأة ويضع المكياج على وجهه. والآن انتشر هذا الأمر في المسلسلات الليبية بشكل كبير، وهذا من المحرمات التي لا يجوز أن يفعلها. أنا أريد أن أوصل رسالة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله متشبهات من النساء بالرجال. فعليهم أن يكفوا عن هذا الأمر الخبيث الدني وأن يرجعوا إلى ما كانت عليه من قبل. شيخ فتحي شرف الدين تفضل، رسالة أخيرة. والله رسالة الأخيرة الحقيقة أوصي نفسي وأخواني الحقيقة بما تبقى الحقيقة على الدوام، ليست في هذه الأيام الأخيرة من وقد إحنا الآن لعل في نصف رمضان. فالله ما تبقى الحقيقة في هذا الشهر المبارك أن نتقي الله تبارك وتعالى كما أحب الله سبحانه وتعالى، وأن نصوم وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادة التي يحب الله تبارك وتعالى ويرضاها. ورسالة تكمل لرسالة الشيخ خالد،
في إعلامنا في هذا البلد. نعم. هذا البلد الحقيقة ليس بحاجة إلى مزيد من المآسي. نعم. والحقيقة هذه الأثام نسأل الله تبارك وتعالى يصلح والنجمين. اللهم أمين. شكرا لك شيخ فتحي شرف الدين الخطيب والواعظ بأوقاف طرابلس. أشكر أيضا الشيخ خالد بن راشد عضو هيئة علماء ليبيا. نشكر الشيخ خالد الشهيبي الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي. أيضا نشكر الشيخ عبد الباسط بن عثمان الخطيب والواعظ بأوقاف بنغازي. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا على طيب المتابعة. إلى لقاء آخر، دمتم ودام الوطن في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.